مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اللون الاخضر. النهارده الحقيقه الحلقه مميزه واحساس مختلف تماما، بيضم مشاعر مليئه بالحب والتفاؤل والامل للعاملين لدى قناه مصر الزراعيه. الحقيقه ان اغلب زمايلنا في قناه مصر الزراعيه مش موجودين داخل القناه النهارده، تقريبا عدد المتواجدين داخل الاستوديو عدد صغير جدا جدا. فريق قناة مصر الزراعية كله النهاردة راح قناة تانية. أيوة، راح قناة تانية، راح قناة ملك كل المصريين، قناة تم افتتاحها في 16 نوفمبر عام 1869 أيام الخديوي إسماعيل. أكيد حضراتكم عرفتوا أنا قصدي إيه. فريقنا النهاردة فريق قناة مصر الزراعية راح بمنتهى الحب عشان يشارك عمال قناة السويس في بناء وحفر القناة. كان كلهم شجاعة، كان كلهم حماسة، كانوا متفائلين جدا جدا للغاية. في ناس كتير معرفتش تنام من كتر ما هم كانوا مبسوطين وسعداء جدا. ما همهمش المشوار، ما همهمش درجة الحرارة، ما همهمش أي حاجة في الدنيا، لأن هم حاسين إن ده أقل واجب يقوموا بيه. هنقدم لحضراتكم فقرات متميزة جدا جدا للغاية من مكان عالمي، مكان عظيم، كل العالم بيشهد هذا التتويج اللي بتتوجه مصر لنفسها عروسة جديدة مرة أخرى. كل العالم بينتظر ويشوف المصري هيعمل إيه في الأيام اللي جاية. وإحنا الحقيقة أنا سعيدة أن زمايلنا هناك، ولكن حزينة جدا أني ما قدرتش أروح معاهم. يا ريتني كنت معاهم وكل زمايلنا هنا وراء الكاميرات يعني زعلانين، ولكن إحنا ده اللي بنقول عليه، أن كل واحد فينا في مكانه لازم يبني، لازم يعمل عشان مصر تبقى دايما افضل. ويلا بينا نبني مصر طوبه فوق طوبه.